السلام عليكم، يا مساء الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. طبعا منتخب مصر النهارده قدر يحقق الفوز على الجابون 2-1. هنتكلم عن المباراه، ولكن انا بسجل حاليا والنتيجه بين الجزائر تعادل 1-1 مع بوركينا فاسو، ونيجيريا والرأس الاخضر تعادل 1-1. وانتم عارفين عشان تدخل تصنيف اول لازم فرقه من الموجودين في التصنيف الاول تخرج وتحصل المفاجاه وبالخروج. طبعا نتمنى صعود المنتخب الجزائري ونتمنى صعود المنتخب التونسي بما انهم فرق عربيه او منتخبات عربيه، ولكن نيجيريا ممكن في حاله الخروج منتخب مصر يرتقي للتصنيف الاول فتكون المواجهه مع فرق التصنيف الثاني، وان كان يعني الموضوع مقلق لجماهير كره القدم المصريه. بالتاكيد النهارده شفنا الاداء، شفنا اللقاء، طبعا في علامات استفهام كتير، في طبعا اللي واخد سكه الدفاع عن فكره التجربه للمدير الفني، وفي برضو اللي كلامه منطقي واللي انا بميل للفكره دي لان في بعض اللاعبين هيتم اغتيالها معنويا من وجهه نظري، واتمنى الا يحدث ذلك. واللاعبين هم اللاعبين اللي بيلعبوا في مراكز غير مراكزهم بيتم تقديمهم بشكل مش افضل حاجه. طبعا على راسهم النهارده كان محمد شريف وكان احمد ياسر ريان. واضح جدا ان الراجل بيحب المهاجم اللي هو التارجت مان، المهاجم البوكس، المهاجم اللي زي مروان حمدي. واضح جدا ان اسم مروان اسم محظوظ في المهاجمين مع منتخب مصر، وواضح ان قناعاته مصطفى محمد، مروان حمدي. فكره توظيف محمد شريف جناح وتوظيف حتى احمد ياسر ريان جناح انا بشوفها كانت فكره ظالمه للاثنين لعيبه، ولكن الراجل بيقول انا بدرب وبجرب وبستفيد من الانتقاد، وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي. يمكن يكون انتقادك صحيح فيبدا يخليني اتعلم حاجه انا ما كنتش هتعلمها، والتعلم ما بيجيش ببلاش، لازم عن طريق التجربه، وعندنا البطوله العربيه للتجربه. للامانه المفترض احنا بنجرب، من وجهة نظري لازم يكون كل لاعب متوظف في المركز اللي بيقدر يطلع فيه احسن حالة، لان في حالة توظيف لاعبين في مراكز غير مراكزهم اعتقد ده بيصيبهم بشيء مش هقول احباط، ولكن بيطلعوا مش راضيين عن نفسهم، وده شفناه على وجه محمد شريف وشفناه ايضا على احمد ياسر ريان. يمكن مروان حمدي اكتر مهاجم استمر، وده بيدينا انطباع لفكرة الراجل عن فكرة المهاجم البوكس او المهاجم التارجت مان. الجانب الاخر هو محمد مجدي قفشه وتصريحات مع محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه قادر النهارده يقود منتخب مصر لتحقيق الفوز، سجل اول هدف وكان من ركله جزاء. ركله الجزاء دي مش بتفكركم بحاجه؟ مش بتفكركم طبعا بعلي معلول وحمزه المسلوسي، نفس ركله الجزاء تقريبا، نفس الطريقه مع احمد ياسر ريان هي اللي تمت مع علي معلول. دخل محمد مجدي قفشه وبركات محمد مجدي قفشه اللي بيتكلم ان انتوا يا كابتن ضياء قبل المباراه حددتوا مين اللي هيلعب الضربات الثابته، حضراتكم محددين مين اللي هيلعب ركله الجزاء لو جت؟ لان عنده احساس ان في ركله جزاء جت، فقالوا محمد مجدي قفشه رقم واحد. قفشه قال للسلاي لو انت عايز تشوط انا ما عنديش مشكله، انا حاسس ان في ركله جزاء جايه النهارده ومفيش 3 دقايق. محمد مجدي قفشه بيسجل الهدف الاول، بنرجع تاني بتعادل، وللامانه كان منتخب الجابون هو اللي مسيطر على المباراه، فيكون محمد مجدي قفشه السبب في الهدف الثاني الاون جول، هو اللي لعب الاسيست كان لمحمد صلاح، لكن محمد صلاح سبق المدافع فالمدافع يعني قام بالواجب وسجل هدف ثاني. يعني يديك انطباع او على الاقل ما تبقاش في حاله احباط من الاداء ومن النتيجه. لكن حتى هذه اللحظه كيروش محتاج الوقت عشان يقدم صوره مغايره عن صوره منتخب مصر مع الكابتن حسام البدري. يمكن الكابتن حسام البدري ما كانش له ظهير جماهيري، فبالتالي الاداء اطاح بيه بشكل كبير جدا رغم ان النتائج كان محقق نتائج ايجابيه. اتمنى من كروش في البطوله العربيه يقدم لنا نسخه مختلفه عن نسخه منتخب مصر مع كروش الفتره الاخيره. قدرنا خلاص نصعد لمباراه النوك اوت، ونتمنى نبقى داخلين افريقيا واحنا بننافس على اللقب، مش زي ما بيقول كروش او ما بعض الناس قالت ان كروش مش في دماغه فكره المنافسه على اللقب في افريقيا. محمد مجدي قفشه ناس كتير قارنت بين محمد مجدي قفشه وعبد الله السعيد، والاستوديو التحليل اول مره يتعرض لفكره هل صلاح هو اللي بيطالب بعبد الله السعيد. انا هقول لكم معلومه مؤكده لان البعض حاول يهرب من المعلومه دي. محمد صلاح في 2019 كان المعسكر تحت قياده اجيري في شهر مارس المعسكر النهائي اللي هيتم اختيار منه القايمه اللي هتلعب في 2019 افريقيا، كان في 2019 اللي كانت مقامه في مصر. محمد صلاح كان شايف ان بره المعسكر عبد الله السعيد وعمر جابر، اصر ان معسكر منتخب مصر قبل افريقيا اللي هو خلاص القايمه اللي هتروح تشارك في 2019 لابد من وجود عمر جابر وعبد الله السعيد، برغم ان اجيري ما كانش جايبهم في معسكر مارس اللي هو المعسكر اللي كان هيتاخد منه القايمه. انا المعلومه دي جات لي في شهر مارس، وبالفعل وقتها عرفت
اتاكدت ان محمد المعلومه صحيحه لما شفت قائمه منتخب مصر في 2019 كان موجود فيها عبد الله السعيد. وده شيء ممكن يكون راجع ان صلاح بيرتاح في طريقه لعب عبد الله السعيد. كانوا عاملين ثنائيه كبيره زي ثنائيه ابو تريكه صلاح قبل كده في 2011 و2012، هو عبد الله السعيد عملها في تصفيات كاس العالم والصعود ل 2018 فراحت لعب. اتمنى ان صلاح يصاحب محمد مجدي قفشه ويصاحب كل لاعبي المنتخب، واتمنى ان كروش يختار اللعيب الاكفأ للمنتخب. محمد مجدي قفشه اخر 7 مرات مساهم في 7 اهداف، عبد الله السعيد 13 مباراه الاخيره مع منتخب مصر لم يساهم في اي هدف، محمد مجدي قفشه صنع 4 سجل 4 لو اعتبرنا الهدف اللي دخل الثاني في مرمى الجابون اسيست لان اكيد مش هتحسب له، فبالتالي هو مساهم في 8 اهداف في 13 مباراه مع منتخب مصر. اعتقد عبد الله السعيد مساهم في 15 هدف في 56 مباراه رسميه مع منتخب مصر. ده مش تقليل من قيمه عبد الله السعيد، ولكن لكل وقت ادان ولكل وقت يكون فيه لاعب هو الاكفأ لابد ان هذا اللاعب يحصل على مكانه وعلى حقه داخل ارض الملعب. اعتقد ان قفشه بعد المباراه دي هتفرق كتير جدا. طبعا محمد صلاح لما نزل الجميع عقب على صوره احمد فتحي اللي كان رافض مع كابتن حسام البدري يمنح الاشاره لصلاح، عشان النهارده تيجي اللقطه واحمد فتحي بيمنح اشاره لصلاح. وبرضه بما اننا بنتكلم عن ما يدور في المباراه بعيدا عن الفنيات، لان الفنيات كانت اقل ما يجب في المباراه، البعض بيتكلم عن فكره يعني هل اون تايم سبورت بتخطا في اسم لاعب نادي الزمالك إمام عاشور، لأن الكاف قبل كده نزل اسمه إيمان عاشور والنهارده اون تايم سبورتس نزلت اسمه إيمان عاشور. يا جماعه إيمان اسم ذكر أو أنثى، وعندنا مثال كبير جدا هو إيمان البحر درويش، فبالتالي لو هو اسمه إيمان يا ريت الموضوع يكون واضح واللاعب يقول أنا اسمي في شهادة الميلاد واسمي في البطاقة الحقيقي إيمان، وإمام ده اسم الدلع، أو لو هو اسمه إمام أتمنى يكون ده توضيح لقناة اون تايم سبورتس يوضحه، لأن الأمر ده يعني بيثير بعض الجدل بين جماهير كرة القدم المصرية. الموضوع بسيط جدا، إيمان اسم راجل أو ست أو ذكر أو أنثى، لكن لو اسمه إمام يطالب بالتصحيح. النقطة الأخيرة وهي نقطة طبعا كانت على سبيل الفكاهة هي فكرة تغيير محمود علاء ونزول محمود علاء مكان محمد مجدي قفشة في الدقايق الأخيرة، طبعا أثارت يعني إيه نوع من أنواع الكوميديا على السوشيال ميديا والجميع يتكلم فكرة يعني صانع لعب مكان صانع لعب. طبعا كل الاحترام للاعبي المنتخب المصري كلهم سواء في النادي الاهلي نادي الزمالك نادي سموحه، بنحترم الجميع، كله بيرتدي تيشيرت منتخب مصر. والامانه كان في بعض الكلام من بعض الاعلاميين المنتمين لنادي الزمالك عن كفاءه محمد الشناوي، والبعض بيعد الاهداف اللي بتدخل في مرمى محمد الشناوي على ثلاثيه الزمالك عشان يبقى عدد اهداف اكبر من ابو جبل. اعتقد محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الاول والتاريخ بيقول ده، ويمكن البعض عقب على كلام الكابتن احمد ناجي ان محمد الشناوي رقم واحد وابعد منه ممكن يتنافس 10 حراس مرمى على رقم 2، وقالوا عشان الشناوي صناعة الكابتن احمد ناجي، وهنا للامانة كلام مش صحيح. زي ما قلنا الحضري كان صناعة الكابتن احمد ناجي، لان الكابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى لازم ندي الحق لاصحابه ان محمد الشناوي لعب منتخب مصر بعد ما لعب اول مباراة ودية امام البرتغال، وكان وقتها مدرب النادي الاهلي هو كابتن طارق سليمان، ومحمد الشناوي انضم لمعسكر منتخب مصر قبل المباراة بفترة قليلة جدا، لعب مباراة البرتغال تم الاستقرار عليه ان هو يكون الحارس الاساسي في كأس العالم. طبعا نفس الاعلامي اللي منتمي لقناه نادي الزمالك اللي كل دوره في الحقيقه ان هو اخو اعلامي كبير وانا مش حابب اذكر اسمه، لكن للامانه برضه طلع وهاجم فكره محمد الشناوي وعمل ايه محمد الشناوي لمنتخب مصر. محمد الشناوي في كاس العالم حصل الافضل لاعب في مباراه اورجواي، وده اول لاعب يحصل عليها في مباراه كاس العالم، وده مش مطالب منه ان هو يحقق اكتر من كده لان الفريق 11 لاعب. محمد الشناوي في افريقيا قلنا 2019 كان كل جماهير كره القدم المصريه غاضبه من كل اللاعبين بما فيهم صلاح الا 2 لعيبه، محمد الشناوي وطارق حامد، وده للامانه الاثنين دولت اللي كانوا ادوا افضل اداء في بطوله 2019. محمد الشناوي هو اللي قاد منتخب مصر في اولمبياد طوكيو 2020 والجميع اشاد بيه، والجميع مش بقصد هنا داخل مصر، جميع وسائل الاعلام العالميه اشادوا بمحمد الشناوي، وبعض المواقع اختارته افضل لاعب في منتخب مصر وافضل حارس في البطوله. فما ينفعش نقلل من قيمه محمد الشناوي ونقول هو عمل ايه على اساس ان هو لسه ما جابش بطولات، هو بيأدي الدور اللي عليه وهو دايما الافضل والابرز في منتخب مصر، وبنتمنى التوفيق لكل حراس مرمى المصريين. لكن ما ينفعش نقول ان زيه زي فلان زي فلان زي فلان، لا
هو مش زيه زي فلان زي فلان زي فلان، هو حارس مرمى منتخب مصر اللي أجاد في اختبارات صعبة ومهمة وبطولات مهمة، إن شاء الله يتمنى تحقيق مع باقي اللاعبين بطولة أفريقيا القادمة إن شاء الله. نروح بقى من منتخب مصر لطبعا النادي الأهلي النهاردة عاد للتدريبات، وإن شاء الله الدوليين هينضموا غدا لتدريبات النادي الأهلي استعدادا للمباراة القوية أمام المقاولين العرب يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 8. نتمنى استمرار الفوز، نتمنى إننا آخر 8 مباريات قبل أمم أفريقيا نحقق فيهم كل الفوز ونحصل على ال 24 نقطة كاملة إن شاء الله. وكمان في حاجة دارت امبارح في الإعلام كان لازم مهم جدا نركز عليها، خاصة لما يكون طالع من شخص مسؤول بيتكلم بوضوح وبشافية وبيقول الحقيقة، الكابتن أو الأستاذ طارق جبريل مع محمد شبانة في أحد البرامج. نسمع قال إيه ونرجع نعقب. حضرتك لو ما كانش فيه دعم حقيقي من كل الجهات احنا هنتوقف، هقول أكتر من كده وهيتقسم نقاط وهنزل درجة تانية. ايه ده يا فندم، حضرتك تصاعدي، المره دي اداك فترتين، المره الجايه هديك ثلاثه، المره الجايه خصم نقاط، المره اللي بعديها تنزل درجه تانية يعني تحت. طب ده لو ما تمش السداد انت بتتكلم 120 130 مليون، هنسدد منين؟ نجدد ولا نسدد؟ الاستاذ طارق جبريل بيتكلم بمنتهى الوضوح، ايقاف قيد، خصم نقاط، ثم هبوط للدرجه الثانيه، وده محتاج تضافر كل الجهود من كل الجهات من اجل دعم نادي الزمالك حتى لا يهبط نادي الزمالك للدرجه الثانيه. فرد عليه الاستاذ محمد شبانه قال له طب ما انتوا لو دفعت الفلوس، قال له هندفع منين؟ هنسدد ولا نجدد؟ واضح جدا المطالبه لكل الجهات المعنيه بخدمه نادي الزمالك. طب ليه ما حدش كان بيخدم نادي الترسانه وبيساهم في انقاذ نادي الترسانه اللي كان اول وصيف للنادي الاهلي في مسابقه الدوري العام؟ نادي الترسانه اللي لعب اول مباراه فاصله في تاريخ الدوري العام امام النادي الاهلي وقدر يفوز النادي الاهلي. اين نادي الترسانة الان؟ في الدرجة الثانية. ليه محدش كان بيطالب بدعم نادي الترسانة من اجل البقاء؟ ونادي الترسانة في فترة الخمسينيات والستينيات كان له شعبية وشعبية جارفة وكان له نجوم واساطير كبار، محدش طالب بده ومحدش وقف جنب نادي الترسانة، لكن لازم كل يقف جنب نادي الزمالك. لازم ايمن يونس يطلع يقول انا قلت لعمرو الجنايني انا مش هقدر ادفع ولا مليم ولا جنيه واحد من 30 مليون جنيه المديونية. عمرو الجنايني يقول له ولا يهمك هنسجل القايمة، لكن عند تسجيل النادي الاهلي الكهرباء في يناير لازم يدفع 8 مليون جنيه كاش ولازم يدفعه قبل ما يتم قيد كهرباء، لكن لاعبي نادي الزمالك يتم قيدهم. قضايا كتير جدا على نادي الزمالك، لكن اتحاد الكرة يطلع خطاب ان نادي الزمالك له تراخيص ويروح يشارك في البطولات الافريقية وتيجي الغرامات بالخمس تلاف دولار على اتحاد الكرة ومحدش بيتكلم. اين الكابتن حازم امام عضو مجلس النواب مما يحدث في نادي الزمالك؟ مليار ومتين مليون يا كابتن حازم. كابتن حازم طلبت وزير الشباب والرياضة بانه يتدخل من اجل رفع الايقاف عن شيكابالا بحكم مركز التسوية والتحكيم قبل مباراة القمة. اليس الاجدى بك ان تتقدم بطلب احاطة التحقيق ومحاسبة اللي تم إهدار من المال العام أو من مال الدولة مليار ومتين مليون جنيه في قضايا مع لاعبين محترفين، وكمان عقوبات على التأجيلات وغرامات على التأجيلات وصلت لمليار ومتين مليون؟ مش ده الأجدى يا كابتن حازم؟ ولا شيكابالا هو الاهم ويلعب مباراه القمه هو الاهم كاساس مثلا ان شيكابالا لما يلعب مباراه القمه بيحقق نتائج مهوله؟ اعتقد الامر صعب جدا، واتمنى لما لو الدوله تتدخل، بل اتمنى من وزير الشباب والرياضه التدخل السريع من اجل معاقبه المخطئ اللي وصل مديونيه نادي الزمالك لمليار و200 مليون جنيه. اما مناشده الكابتن طارق جبريل لا تتعجب، هذا ما يحدث وهذا ما سوف يحدث وسيتم انقاذ نادي الزمالك بالتاكيد. نروح نقرا تعليقات حضراتكم. الاستاذ احمد الشيخ، فيديوهاتك ادمان يومي، بشكرك. صبحي جوده من فلسطين، كل التحيه والتقدير لك يا محترم، اعطيتك صوتي مع تمنياتي لك بالتوفيق، تحياتي لك ابو يونس جوده فلسطين، تحياتي ليك والاهلي فلسطين. شريف مطر، اولا اتمنى لك التوفيق والقادم افضل ان شاء الله، وانا بديك صوتي بكل امانه لانك تستاهل، بشكرك جدا. معوض اسعد، احلى صباح عليك يا اس بتوقيت نيويورك، تحياتي ليك يا درع الاهلي، لقد تم التصويت بنجاح للمره الثانيه، تحياتي ليك يا محترم من نيويورك، بشكرك جدا. منا محمود، والله اديتك صوتي يا أسامة، مصدقك من غير حلفان. الأستاذ محمود سيد، اللايك رقم 105، في ناس يعني جميلة جدا بتحاول
تبرز او فكره الاهتمام بالتعليق او اللايك قبل ما هي يسمعوا الفيديو دي ثقه بعتز بيها جدا. يا عم اسامه انا عمال اصوت لك لما صوتي اتنبح وانت منفض لي، اديني يا عم ما نفضتلكش. تمارا محمود، كنت محتاره بصراحه بين حضرتك وفارس، طبعا فارس زميلي يعني ورفيق الكفاح، بنتي 4 سنين ونص قالت لي ابو حبيبه فصوتنا لحضرتك، تحياتي لحضرتك وتحياتي البنت حضرتك اللي طبعا يعني اختارت ابو حبيبه. اسلام سلام، اول لايك للمحترم، بشكرك جدا. احمد الشيخ، انت جيت تاني يا احمد، العقل والمنطق والارقام احمد اسامه، بشكرك جدا. اشرف الدرع، يا استاذ اسامه اخطاء الحكام متعمده وخاصه بعد تقنيه الفار، اتمنى بس اكون قريت اسم حضرتك صح. طارق ابو شنب، احلى محلل رياضي. محمد عبد العزيز برغوث، طبعا كل احترام الالقاب يعني، احسن ما انجب الاعلام الرياضي احمد بيك اسامه، والله صوتت لك مرتين، شخصيه محبوبه لكل الاهلاويه. الاستاذ صبحي جوده، انا خدت التعليق ده. فاطمه عبد العظيم، تحياتي لك يا محترم اسامه، اعطيت لك صوتي اكثر من مره لانك تحب الاهلي تدافع عنه، انا اعشق الاهلي والخطيب الاسطوره، لك مني كل الدعم والتقدير. فاطمه النائبه اهلاويه حتى النخاع، وافتخر، يا رب انصر الاهلي والخطيب، بشكرك جدا يا فندم. الاستاذ احمد فتحي، والله فضلت ادور عليك وان شاء الله اديتك صوتي بنجاح، عشان انت انسان محترم ومن اقوى المدافعين عن النادي الاهلي، ربنا يحميك ويوفقك مع هذا الزخم من المعلقين اللي بحبهم على رأسهم القيع والمنيسة وشوبير بالتوفيق، بشكرك جدا. والي عبدو، انا صوتت لك عشان كلامك موضوع ومقنع وانت احسن اعلامي وربنا يوفقك، شكرا يا فندم. محمد ربيع، ابننا وبنحبك واصوات الاسرة لحضرتك يا احمد باشا، يا محترم جدا جدا جدا، ثلاثة جدا، بشكرك ثلاث مرات ايضا. مهندس رأفت السمارة، السمرة، اعطيتك صوتي لاني بجد لانك بجد انسان احسن اعلامي، ورب ما يكونش فيه احتواء في عملية التصويت. ربنا يسهل ان شاء الله. حمادة حمودة، تحياتي لك، انت راجل محترم ومثقف وعاشق للاهلي، انت احسن اعلامي رياضي في مصر. الشبراوي ابو رتاج، اديتك صوتي لحبي واحترامي ليك. ناصر العسيلي، يا سلام عليك يا ابو حبيبه، كل مره اسمعك واشهدك تزداد قناعاتي بانك من افضل بل افضل اعلاميين ثقافه وقبول وحرفيه، وزيد عليهم انك صاحب كاريزما حقيقي، بشكرك جدا على الكاريزما، والاهم من كل ده انك بتعرف تضرب من غير ما تعمل عاهه، يعني خلينا كنا نقف عند الكاريزما افضل. احمد عبده، احمد اسامه درع من دروع الاهلي المخلصين اللي بيدافعوا عن الكيان اللي حبهم فيه من غير مصلحه، بعكس من كان الاهلي مصدر رزقهم لكنهم عمرهم ما كان عندهم انتماء، اللي زيك هم اللي هيقوم عليهم النادي. تحياتي لشخصك الكريم، تحياتي لثقة حضرتك. وليد عيد، وده طبعا اسم يعني انا يعني ست الكل، ده ابنها معرفة يوتيوب، بتقول والله يا استاذ احمد حضرتك تسأل تكون احسن اعلامي في العالم، وانا ولو اولادي كلهم صوتوا لاكثر اعلامي محترم هو حضرتك خلوق، اللهم احفظك بحفظه يا رب، يا مخلص جدا، يا نقي جدا، يا محترم جدا، بشكر حضرتك جدا يا فندم. زيزو الزناتي، وعلى ما اعتقد كمان النادي الحكم ان الحكم ده هو اللي حكم مباراه الاهلي وصن داونز 5-0، بيتكلم عن مجيد نضاي. اسامه بصراحه انت احسن مذيع، هو انت احسن مذيع رياضي، بس صلح انت دي. محمد الجندي، منور الدنيا كلها غالي، بشكرك جدا وبشكر حضراتكم جدا، وبتمنى حضراتكم بختم الحلقه ان عيد ميلاد والدي، طبعا اتمنى حضراتكم يعني تدعوا له بالصحه والعافيه، لان ده طبعا اعظم رجل في حياتي، وده اعظم ختام لاعظم حلقه النهارده. سلام.